اهلا وسهلا فيكم بريفيوهات بي سي دي. اليوم معنا الكيس الثاني من كيسات فراكت الديزاين المتوفره في pcd.com.sa في الموقع وفي المعرض. الكيس اللي معنا الان اللون اسود، اسم الكيس نورث شاركول بلاك تي جي دارك. الكيس هذا من الكيسات اللي تاخذ البوردات الاي تي اكس والمايكرو والميني، ايضا ياخذ كرت شاشه بطول 355 ملم ونستطيع نركب عليه ريديتر 360 ملي. الكيس هذا برضو عليه مراوح من الامام مركبه باللون الاسود وليس الار جي بي، فقط لون الاسود من الامام مروحتين بواجهه خشبيه رائعه جدا وفلتر لتنقيه الهواء من الاعلى ومن الامام. ايضا عندنا الجانب الجميل في الكيس هذا انه اخذ بين اللونين، اللون الاسود واللون الذهبي، نستطيع نركب عليه ريديتر زي ما تكلمنا من الامام 360 و 120 او 240 من الاعلى ومن الخلف. ايضا ياخذ 2 اس اس دي بالاضافه الى الهارد ديسك اتش دي من الداخل مع كيبل مانجمنت رائع، ومتوفر هذا الكيس في pcd.com.sa. الكيس هذا متوفر شبيه له باللون الابيض واللون الاسود، القزاز مش، وايضا متوفر بديل عن الزجاج الجانبي اللي هو المش الالومنيوم الكامل بدون ما يظهر لك داخلية القطع.